يتراءى لناظري عرينا في قلب الأفق، يلوح من بعيد صرحا عملاقا يتحدى عوارض الزمن. تكسرت على جدرانه الصلبة قرون من العواصف ودهر من الأنواع، ولا يزال صامدا رغم نوائب الحروب والشدائد، رافعا هامته نحو الأزرق السماوي اللامتناهي بأنفة وشموخ. وهل من فخر أغر من أن تاوي هذه الأرض ثالث ثلاثة من قصور مسارح العالم الكبرى، ومن أعاجيب ما شيدته الإمبراطورية الرومانية عندما كانت سيدة العالم ذلك الزمن؟ الجم أو تيزيدروس الرومانية، مجد تليد وتاريخ عتيد بقي منه هذا المعلم شاهدا على عاصمة غابرة لليسر والرخاء، ما أهل سكانها القدامى لتشييد هذا الصرح قصرا ومسرحا ضخما للألعاب والفرجة يتسع إلى آلاف الجماهير. القصر الكبير، قصر أو مسرح روماني تاريخي يحمل آثار عريقة وكبيرة جدا، ولكن هو يحمل أيضا روح المكان. روح المكان أي أين سارت أقدام القدامى، الرومان القدامى أو الأفارقة أو السكان الأصليون لمدينة تيزيدروس. الحضارة الرومانية تركت بصمتها في هذه الحجارة. روعة التصميم وقوة الهيكل وجمال المعمار كلها عوامل سحرت رواد الآثار من كامل أنحاء العالم، وهم منذ قرنين يشدون الرحال نحو الجم لاستطلاع الألغاز الخفية لهذا الموقع. لم تكن الجم لتحظى بهذا المجد الضارب في أعماق التاريخ لولا موقعها في أفريقيا القديمة، فهي تتوسطها وعبرها تمر إلى كل الطرق من الشمال إلى الجنوب. إنها مفرق الثنايا، وهي التي تتوسط المحور بين شواطئ المتوسط شرقا نحو نوميديا غربا. اختاروا هذا المكان المنبسط وليس انحدار جبلي أو هضبة كما تعودنا في المسارح الرومانية الأخرى. القصر الروماني أو المسرح الروماني بالجم بني على منبسط، وهنا تكمن ويكمن سر تشييده. هذا المكان يحمل في طياته التوازن الذي اختاره له الرومان حتى يعيش قرن واثنين وثلاثة ولما لا آلاف السنين. بعيدا عن قصر الجم وعلى ضفاف شواطئ المهدية في ساحل رشيش، ولدت أشغال بناء صرح الجم الخالد عبر الزمن. معلم كان فخر أهالي البلاد، وقد قد من حجارتها التي جلبت من ضفاف البحر الأبيض المتوسط. استخرجت أطنان من الصخر وصقلت لتحمل وتنقل نحو الجم على مسافة بعيدة
ولا زالت آثار مقاطع الحجارة شاهدة على ذلك العمل الضخم. لا يخفى أن قصر الجم يتميز على غيره من الصروح الرومانية المشابهة بأنه بني كليا من حجر صلب، خلافا للكوليزيوم بروما الذي شيد بآجر هش. ثم تفادى مهندسو الجم من سبقهم في بناء المسارح الرومانية بأشكالها وزواياها للفرجة الكاملة مهما كان موقع المتفرج. زد على ذلك هذه الميزة المتفردة لتغيير درجات لون جدار القصر بمرور ساعات النهار. لا يوجد معلم يضاهي هذا المعلم الكبير. في أي وقت من أوقات النهار يكون هناك تغير، هناك لون جديد لهذه الحجارة. اليوم سجل تراث عالمي لهذا الانفراد المعماري وهذا الجمال، جمال الحجارة وجمال التشييد. أيضا الهندسة المعمارية ارتأى فيها الرومان أن تكون تجديداً لما سبق أن بنوه في روما في بلاد أوروبا الغربية. بنوا العديد من المسارح ولكن فيها أخطاء معمارية تم تفاديها وأصلاحها في المسرح الروماني بالجم، ولذا هو مسرح منفرد بهيكلته وبهذا الحجم الكبير من الحجارة التي تكونه. قصر الجم كان كذلك قطباً دارت حوله حروب طاحنة غيرت التاريخ، فاستنجدت بأركانه الجيوش المحتملة وسط جدرانه العملاقة ليجعلوه حصناً ضد الأعداء. من ذلك وقائع المعارك التي خاضتها الكاهنة عندما تصدت للجيوش العربية الكاسحة فلاذت بقصر الجم في ركنها المعروف هذا، وجعلته معسكرها مع قواتها من البربر السكان الأصليين. فضاء الكاهنة، هذه الأروقة المرتفعة الشاهقة التي تحصنت فيها جيوش الكاهنة البربرية لمواجهة جيوش المسلمين الذين قدموا للفتح الإسلامي في هذه الربوع. الكاهنة أخذت هذا المسرح الروماني كحصن دفاعي لمقاومة الدخول أو الزحف الذي يعتبرونه في تلك الفترة كزحف معادي للحضارة البربرية. وعند تحصنهم هؤلاء الجيوش الذين أطالوا الإقامة في هذا المسرح لمدة 10 سنوات ما يقارب أو يفوق، وقد قاموا بترك بصماتهم، بصمات بارزة تتمثل في حفريات كما نقول، وهي رموز لبعض الأسلحة التي كانت مستعملة في تلك الفترة، سيوف، خناجر وما شابهها. لم يفتى موقع الجم أن يجود بسحر أسراره التي لم تنفك عن البوح بألغازها. من ذلك أن علماء الآثار يواصلون منذ قرن إلى حد هذه الساعة البحث في اكتشاف مدينة عظيمة في ازدهارها لا زالت تختفي تحت ركاب السنين.
تيزيدروس لم تكن قصر الجم على عظمته فحسب، بل هي منازل وقصور للأثرياء، وفسيفساء عجيبة، وأثاث وكنوز غائمة تحت أديم الزمن. الزائر إلى الجم اليوم سيعجب بسحر المنزل الروماني عندما يعرج نحو غرفه وفنائه. وكانت فكرة جسمها عالم الآثار المختص في الجم، المرحوم الأستاذ الجليل الهادي سليم، عندما تم اكتشاف المنازل الرومانية، فجمع مكونات هذه الدار النموذجية التي تشهد بعظمة تيزيدروس، وهي المسمات بدار أفريكا، فيلا أفريكا. المنزل هو أكبر منزل موجود في هذا الحي الجنوبي الغربي، حي المنازل الرومانية أو كما تسمى لفيلا رومان. منزل أفريكا هو المنزل النموذجي الذي تمت إعادة تركيزه في منذ فترة توسعة المتحف سنة 2004 من قبل الأستاذ الدكتور الهادي سليم، حين فكرنا يعني في إدماج الزيارة من ناحية نموذجية تربوية لكل زائر، ومن ناحية أخرى هي إثراء للمسلك السياحي للمتحف. هذا المنزل إذن هو أكبر مساحة موجودة في الجم، وتفوق 3000 متر مربع، وبقية المنازل اللي عددها 3 موجودة هنا في المسلك السياحي، ويعني تصغره بقليل، يعني هناك من 1200 إلى 1500 إلى 1800 متر مربع، وبالتالي هو يعتبر أكبر منزل. هذا النموذج هو منزل الباسيو أو منزل البهو، وهو الأصل في المنازل التي تعرف قديما، يعني أن يكون هناك بهو داخلي كما ترون، محاط بأعمدة أو بسرايا وبحديقة داخلية ونقطة ماء، إما أن تكون مسبح أو أن تكون نافورة لتزيين يعني هذا البهو، وهو أجمل مكان يمكن أن يوجد في المنزل. وهنا تغوص في عالم العصر الروماني للبلاد التونسية بكل مباهجه الفنية والمعمارية. وهل تزور الجم دون أن ترشف عينك سحر لوحات الفسيفساء الآسر منذ اكتشافات القرن الماضي؟ وهذه المباهج التي رتبتها أيادي الأهالي من 2000 سنة تأخذ بلب الناظرين. كل هذه الكنوز جمعت بعناية وترتيب في هذا المتحف الفريد من نوعه عالميا، حيث خصصت قاعات مختلفة لعرض هذا الفن الذي ميز ما كانت تطلق عليه كناية روما الصخرة، مدينة الجم. احنا اليوم موجودين في المتحف الاثري بالجم، اللي هو موجود على ليس ببعيد عن المدرج الروماني اللي صنف تراث عالمي سنة 1979. والمتحف هذا يضم العديد من المجموعات الاثرية المتميزة والمتنوعة، واهمها هي اللوحات الفسيفسائية اللي فيها برشا مواضيعها متنوعة، تتراوح ما بين ما هو عادي اللي يمثل أشكال هندسية أو أشكال نباتية، وأخرى ذات مشاهد تصويرية. روعة اللوحات تكمن في تصويرها للحياة اليومية لذلك العصر، وكأن الأيادي ريشة رسام أو هي عدسة كاميرا توثق لحظات تخلد للقرون القادمة. مواضيع الفسيفساء متعددة هنا،
فمنها التي تصور العروض الفرجوية خلال القرن الثالث من مصارعة بين المجلدين لجلادياتور، إلى تصوير عروض الحيوانات المفترسة من وحوش الغابة المتصارعة، ولعلك تبتهج لفسيفساء أخرى تصور مشهدا للصيد، مشهد يقتفي أثر الأسود عندما كانت تترصد فريستها في ربوع هذه البلاد التي كانت أحراشها عامرة بمثل هذه الحيوانات. وهناك في قاعة أخرى فسيفساء تعرض معتقدات ذلك العصر الغابرة من آلهة وطقوس. ولزائر في هذا المتحف متعة اكتشاف ذلك العصر وآلاته من مجموعات التحف البلورية والفخار والأواني والقناديل وكل مقتنيات تم العثور عليها أثناء التنقيب، تعرض هنا في هذه الصناديق البلورية في مشهد يحاكي الحياة اليومية لسكان تيزي دروس. تتراءى أمامك وكأنك تعيشها. عندما تلج باحة المسرح لك أن تتخيل هتاف أكثر من 30,000 متفرج وحماسهم يشجعون العمالقة من المصارعين ذوي العضلات المفتولة، وهم نجوم ذلك العصر يأتون من كل حدب وصوب. كانت الحياة آنذاك بلغت أوجها من الثراء، بحيث يولي الأهالي للترفيه شأنا كبيرا، ينظمون المهرجانات والمسابقات التي يحضرها جنرالات الإمبراطورية وقادتها. حياة أرستقراطية زاهية. ولهذا الغرض هيئ في قصر الجم طابق أرضي في شكل دهليز. هذا الفضاء هو حياتهم اليومية، إدارة كاملة في خدمتهم، فضاءات مخصصة لهذه الحيوانات المفترسة، وهي في الحقيقة نجوم الفرجة، نجوم حفل الاستعراض، وهي أيضا حيوانات تعيش في هذا المكان إن شئنا مدللة، لها عبيد في خدمتها، تأكل أشهى وأطيب اللحوم حتى تكون عضلاتها في حالة جيدة للصراع والمبارزة و أداء أحسن العروض. المجالدين لهم مكانهم أيضا في هذا الفضاء، هذا الدهليز، حيث يستعدون للقاء مجالدين آخرين أتوا من كامل مشارب الإمبراطورية الرومانية لعرض أحسن وأجود وأمهر المصارعات أو اللقاءات بين نجوم تسميهم الفسيفساء بأسمائهم. يتم تحضير عناصر الفرجة بشرا وحيوانات، وحين يأتي يوم العرض يصعدون إلى الحلبة لارينا وهم على أتم الاستعداد ليوم النزال.
بعد أن خضع الجبابرة لتمارين قاسية. وتبدأ الفرجة وينطلق العرض الضخم تحت هذه الجبالات. من محاسن صدف الدهر أن العهد تجدد مع العروض الجماهيرية في غابر الزمن، وها هي الحياة متواصلة على ركح المسرح الروماني بالجم. تظاهرات تتعدد وتتكرر، ودول أخرى شاركت في هذا المهرجان وأثرته، وأعتقد جازما أن هذه المشاركات جعلت المهرجان الجم الدولي قبلة لكل محبي الموسيقى الصنفونية ولكل محبي التراث التونسي، لأنه إذا كان معناها فما ميزة لهذا المهرجان هو أنه ينتظم في هذا المعلم الأثري الذي كان يحتضن في منذ بنائه في القرن الثالث بعد الميلاد تظاهرات دموية كانت مفتوحة لصراع دموي بين المسجونين بين الحيوانات المفترسة، ولكن منذ في تاريخنا العصري وفي تاريخنا الحاضر أصبح هذا القصر يحتضن تظاهرات ثقافية متميزة فيها الموسيقى العالمية الرائعة، فيها الموسيقى التونسية، فيها عروض المسرح، فيها عروض ثقافية مختلفة جدا وثرية جدا ساهمت في مزيد التعريف بهذا القصر الأثري. كأن الخيط لم ينقطع مع سكان تيزي دروس. معلم تصدح في أرجائه كل موسم أشجى الترانيم التي ابتدعتها الإنسانية وهي الموسيقى السيمفونية، فتكون الجم قبلة القصاد من محبي قمم العزف الكلاسيكي، فتأتي أروع فرق الأوركسترا العالمية ضمن مهرجان الموسيقى السيمفونية بالجم. وكأن قدر هذا المسرح وهذا الصرح أبى إلا أن يكون خالدا حيا إلى الأبد. هذا المعلم الضخم وسط هذه الأرض المنبسطة يوحي دون شك بوجود مدينة قديمة عامرة طواها النسيان وغمرت تحت التراب، ستتجلى دون ريب يوما ما بفطنة وعزيمة علماء الآثار والبحث والتقصي، ولعل لوحات الفسيفساء النادرة والمنازل الرومانية المكتشفة ما هي إلا طلائع كنوز وعجائب دهر ستفصح عن غوامض أسرارها يوما لناظره المؤرخ قريب.